إسرائيل تقتل الأطفال، وإلا ما معنى استشهاد أكثر من 800 طفل وأكثر من 500 امرأة؟ إسرائيل تستهدف المدنيين، هذا الحصار الهدف منه القتل الجماعي والتشريد الجماعي. أكثر من 2808 شهداء وأكثر من 11000 جريح. هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا حيوانات بشرية كما يتبجح قادة الاحتلال، ولكن شعبنا لن يستسلم.